النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية الاعتيادية بالتأثير في عموم مناطق المملكة. استمرت أيضا درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. سطح صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار، لكن خلال الليلتين القادمتين تحديدا يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا إلى مائلة البرودة، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق السهلية، تستدعي لبس معطف خفيف خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. نبدأ نشاطنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم كنتيجة لسيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية. نتحدث الآن عن درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة اعتبارا من نهار اليوم وخلال اليومين القادمين. يوم الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار لكن مائل للبرودة خلال ساعات الليل. يوم الأربعاء لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تكون الأجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل يصبح الطقس من لطيف إلى مائل للبرودة خاصة في المناطق الجبلية والسهلية، لكن اعتبارا من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا لتعود وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، يصبح الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، لكن تستمر الأجواء لطيفة إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة بارتفاعاتها لتبقى أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، خلال ساعات النهار طقس حار نسبيا، أما خلال ساعات الليل يستمر الطقس من لطيف إلى معتدل في المناطق الجبلية والسهلية، لكن يميل للدفء في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت وأيضا العقبة. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية، 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 19، رطوبة مرتفعة، والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الأربعاء تكون درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 18 درجة مئوية فقط. يوم الخميس 30 إلى 19 درجة مئوية، لكن يوم الجمعة ترتفع لتسجل 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، المفرق طقس صافي، 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 18، إربد 31 إلى 20، جرش 32 إلى 20، وعجلون 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء طقس صافي 32 إلى 19، عمان 29 إلى 18، البلقاء 29 إلى 19، مأدبة 30 إلى 18، والبحر الميت أجواء حارة 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو العقبة، 39 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27، معان 36 إلى 22، الشوبك 27 إلى 17، الطفيلة 29 إلى 19، والكرك 29 إلى 18 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 36 إلى 20، الصفاوي رياح نشطة وتربة مثارة 37 إلى 21، ورويشت 36 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.